قول لي حبيبي كرام، مش ممكن معلم يوم نزل سلاح جديد يا زتير حبيبي والله. اوكي شباب تغزوين معلم، كنت يعني شوي كنت عم بتسحر وفجأة دخلت على اللعبة معلم وشفت هذا الشيء اللي صار. اوكي المهم حبايبي الكرام، بدو شايفين يا زطير يوم نزل معنا معلم سلاح جديد يا زطير بالعجلة الام بي 5. طبعا شباب مثل ما شفتوا الاخير معلم، الفترة الأخيرة معلم صار تغيرات جديدة كثيرة باللعبة معلم، هدول قطع التغيير والتطوير. ومثل ما انتم شايفين هذا الام بي 5 معلم موجود فيه عندنا هون. كم عندنا؟ عندنا 2 من الضرر شباب، 1 من السرعة. اوكي 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 لازم ندخل انا شوف الترقية معلم، شوف طول بالك البيانات. اوكي ليفل 1 هذا هو الليفل 1 شباب، الليفل 1 عنده طبعا ضرر 1 ومعدل على حاله هون معلم، بلش يزبط الامور. هون الشكل الاول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. اوكي الشكل الثالث معناها مظهره يتغير. الشكل الرابع معناها بلش يعني السمات تصير فول مثل كل سلاح مطور. اوكي حبايبنا ليفل 5 هو هي تأثير ما تقتل واحد يكون شكله. يا سلام عليك بيتس بلوز معلم. اوكي عندنا المظهر ليفل 6 معلم، هيك بيكون المظهر تبعه. القدرات بتفتح استعادة الخبرة عندما تتعامل الضرر باستخدام هذا السلاح. اوكي لازم نشوف الرقصة. اوبا با 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 با. ويل والله شي بلوز، يعني حتى طالع حلو مع مع السكيل اللي لابسه شباب، طالع باللوز حبيبي والله. اوكي اوكي شباب، لا شباب صراحه متحمس كثير شباب، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك شباب، راح ندخل نعمل هيك تاكيد ونشوف حظنا شباب بالعجله هي الام بي 5 الجديد شباب. يا سلامه بس لكم شباب، راح نعمل مقارنه سريعه شباب بالام بي 5 الثانيه شباب على رواق من بعد. اوكي نعمل هيك معلم. اوكي يلا 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 يا اخي، يلا يا اخي يلا. بعرف معلم بنطول معلم، انا بعرف حظي بيض ما راح اطول كثير، بعرف حظي بيض معلم يعني مثل كل مره شباب، يعني مثل ما انتم شايفين يعني ولا مره يعني بحصل عليه من اول لفه. اوكي يا ستير حبيبي والله. يا سلام عليك شباب، طولوا بالكم طولوا بالكم طولوا قبل كل شيء قبل كل شيء. طبعا شباب كثير منكم كنت عم شاهد من اللايف من اول جديد شباب، كنت عم بلعب على جي تي اير بي بس، ولكن سبحان الله شباب السيرفر يعني صار فيه شويه مشاكل وسكرت ورحت اتسحرت ورجعت على اللعبه. يلا بفتح اللعبه شفت يعني بالعاده للوقت بينزل دائما الاحداث حبيبي والله. اني واي معلم خليكم مركزين، نجي خلوا على المتجر شباب نشوف التوكن. طبعا شباب مثل الكاميرا معلم عندنا خبره كثير بالتطوير معلم. اوكي حبايبنا رح نعمل هيك. اوكي بدون طاوة وضع راس. اوكي رح نشتري معلم الصناديق، نشتري. اوكي طول بالك معلم لازم نحاول نشتري خيو نشتري هالمعلم مع خصم هذا. يلا روح نعمل هيك شباب، نفتح على السريع 100 صندوق. ليتس جو بلوز يمن. اوكي الان يا شباب الوقت يعني الوقت الاسطوري معلم، الحان وقت لنشوف هذا الام بي 5 تمام. لازم نطور معلم، عندنا 400 لازم نكتب هيك يمكن ليفل 1 ليفل 2. اوكي اوكي شباب الام بي 5 طبعا شباب انا من يعني من السلاح ما بعرف اللي بيشاهدني على اللايف، من السلاح اللي دائما استخدمه شباب الام بي 5، الام بي 5 من السلاح اللي دائما دائما استخدمه يعني. او ماي جاد او ماي جاد يا مان. اوكي لازم 400 معلم، لازمنا 400 مثل ما توقعت شباب. اوكي نشتري كمان هلا من 400 لازمنا كثير معلم. طيب خلينا نعمل لك مع التخفيض التخفيض معلم. يلا ليتس جو معلم، هذا هو معلم يعني دائما تعود نعرف. يا زلمه روح 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 ليتس جو يا جميل اللي جي لهون. اوكي لا والله يلزمنا 103 معلم، صح صح يلزمني 103، لا يمكن يلزمني لا يلزمني شباب يلزمني تقريبا طولوا بالكم 70 70 هذا هو معلم، يلزمنا 70. يلا هذا هو هذا هو الشاب الليفل ماكس معلم، الليفل ماكس لازم نجرب الرقصة على السريع، الرقصة على السريع يا مان. اصبر جايز اصبر حبيبي اصبر، ويلي 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 تعال هون اجي لهون. اوكي لا والله يلزم اكثر من هيك معلم، تم يا زلمه 200 تقريبا معناتها اكثر من هيك معلم. خلينا نشتري من هون، طبعا نشتري 20 يعني تقريبا هذا هو نضرب 20 معلم. طبعا شوي هيك على السريع نرجع على السريع، نروح نرجع لورا. اوكي نروح ونرجع نروح ونرجع، هذا هو هذا هو معناتها يلزم تقريبا 350 صندوق هيك شيء يعني هيك شيء. اوكي لازمنا شوي كان كمان شوي خمسه شباب. يلا هي هي خلاص بلوز 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 معلم بلوز يا جايز تعال هون التمانو طول بالكم. اوكي الان شباب اللحظه الاسطوريه معلم، البلاتيني الملكي ليفل ماكس. يا سلام عليك. اوكي شباب روح الرخصه بس تفرج
باللوز ريشة ذهبية واحدة من نوعها. اوكي اوكي شباب اوكي اوكي. طبعا يا حبايبنا نجي لهون نجي لهون نشوف وش معلم الرشاش الام بي 5 هذا عندنا شباب. انا عندنا كثير من الام بي 5 فات شباب شباب راح نشوف هذا معلم هذا المطور ماكس. اوكي عندنا هذا فيه 2 ضرر واحد سرعة حلو. هذا عندنا فيه 2 سرعة وهذا 2 ضرر وواحد ضرره قوي وسرعة يعني مع شاب معني يعني مثل ما بتعرفوا شباب الاغلب الاوقات الاسلحة مع القطع معني اغلب الاوقات يعني متطور الاسلحة ماكس يعني فهمتوا علي داخل اللعبة يعني فهمتوا علي القطع دولة فهمتوا علي كيف يعني مع 3 قطع معلم راح يصير اوه ماي جاد مان. طبعا هون شباب في اشياء تانية هون في كتير يعني انواع من الام بي 5 ولكن هذا اول نوع من الام بي 5 يكون فيه 2 ضرر وواحد معدل. اوكي شباب لا اي سير لا 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 لازم نعمل شغلة لازم ندخل حبايبي نجي لهون نحطه نعرضه بالفريق ضروري يا اخي. وال صراحه شباب شكله اسطوري بكل صراحه يعني. اوكي خلينا نحط الرقصه حبايبنا ما ننسى الرقصه معلم الرقصه 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 اين هي الرقصه اين هي الرقصه هي هي طوبك لا 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 طوبك لازم نبدل شيء نحطها هيك نحط هاي من هيك طوبك لا كيف هيك صارت نحطها هيك هاي اللي هون نحطها هيك خلاص. اوكي خلينا ندخل شباب علينا باللوبي كيف شكله. يا سلام عليك يا سلام. اوكي والله الصراحه يعني السكن بكل صراحه يعني لابق كثير مع المعلس يعني السكن لابسه انا معلم مع الساكورا والسلاح حسم يعني خلص وضعهم باللوز معلم ما تغير ولا شيء حبيبي والله. اوكي مان هات ندخل يا ساتر نجي لهون. ايوه يا جميل تعالوا تعال 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 وين ايوه هذا هو. اوكي خلينا نشوف معلمك بشكل سريع اوضاع معلم كيف شو يضرب على اللاعب 112 يا والله ماشي ماشي يعني سريع اقدر 25 ماشي حاله 137 يضرب معلم. اوكي سرعته حلوه تمام هلا وين معلم تمام. طب هذا شاب مو مطورها على حاله معلم تعالوا طور بالك رح ناخده على حاله شاب هذا على حاله يعني ها يعني كانه اي سلاح عادي معلم رح نلعب فهمتوا علي كيف يعني بدون القطع بدون اي شيء رح ندخل نجربه بدون اي شيء شباب. اوكي اوكي تعال هون اوكي تسعات من بعيد طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك نجي لعند هذا معلم طول بالك. طب هذا سلاح قرب يعني ما راح تضرب من بعد هالبعد قول لي قول لي يا يعني معلم اوه شوف الكل مسج يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف. لا والله معلم باللوس يعني قتلت اكثر من واحد معلم خمسه تقريبا حبيبي والله طب بالك طب خلينا نكمل لهون شباب ايوه طب شووني شوي شووني شوي يا زلمه طب هذا معلم اوكي خلص طول بالكم طول بالكم شوي خلينا نطور فيه هذا معلم شوف شو وضع معلم خلينا نطور فيه طول بالكم طول بالكم هذول معلم هذول متحمسين كثير جيتك جيتك جينا رح نطور معلم ماكس طول بالك نقدر نطور هون طب هذا بدون ما مطورها مو مطور شباب برجع بكرر مو مطور اي شيء ها قطع يعني زيرو قطع من قطع يا زلمه اه ليك اوكي ركزوا معي كيف رح نطور قطعة واحدة شباب اوكي قطعة واحدة فقط رح نطور قطعة واحدة شباب مبدئيا تمام نبرج بشوف القطعة الواحدة معلم شوف شو وضعها قطعة واحدة بعد نطور قطعة اثنين ونشوف الفرق معلم بين القطعة هي معلم هي قطعة واحد هي قطعة معلم حسب بصراحة في شيء بيزعجني معلم الصراحة كثير هي الدور الكيلات مسج بحطهم على اليسار عشان يكون الشاشة واضحة اوكي هات لنشوف بلش يختلف بلش السرعة تختلف معلم اوه شايفين كان ضرب 9 صار دبل يعني تطوير واحدة معلم صار دبل صار الدبل معلم صار الدبل شباب الدبل دمج دبل كله دبل وال معلم 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 الثلج معلم سويته شوي سويته شوي تعالوا تعالوا انت تعالوا ليفل 2 معلم يلا ندخل على ليفل 2 معلم على التطوير ليفل 2 معلم خلاص صار صار وضع غير هلا يا لطيف شباب سرك معه ما بتطلع معلم يعني يعني عندك العيار الاول العيار الاول العيار الثاني طول بالك
تنبربر حاول تبربر هنا وريك واحد على جميني تنبربر تنبربر فيها باللوز 15 دربر يا الزلمه هذا اوكي طولوا بالكم الان الليفل اللي بعده يا بوي طول بالك طول بالك حاجه طول بالك طول بالك يا زلمه طول بالك خلينا نظبط الوضع طول بالك ابو سيدك خلينا نطول نجرب الماك ليفل ماكس تبعه معلم كيف الوضع راح تكون لا 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 خلاص عن جد شي نار تعالوا اوكي 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 معلم اوكي 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 ما كنت مركز اوكي راح اجيلك تعال نشوف هذا معلم تعال نشوف هذا معلم شو بضل نار 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 وشرار نار وشرار شباب يعني صراحه بايبنا يعني يعني عن جد شباب عن جد من الاخر من الاخر سلاح اي سوري بيبي حبيبي والله ما جرب رخصه باللعب يعني زلمه ياس نختم نختم مقطع معلم الرقصة باللعب معلم ياس بصراحة شي باللوس اقسم بالله شاب رقصة حلوة كتير كتير وسلاح مرتب يعني اشياء تمام تمام حبيبي كرام اوكي ليديز اند جنتلمان اعزائنا الكرام الحلوين الله يسعد لي اياكم ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع يا ستير اكتبوا بالتعليقات تحت حبايبنا برايكم طبعا شباب اكيد هذا السلاح يا شباب راح يجينا ان شاء الله اكيد باذن الله تعالى شباب راح يجينا ان شاء الله كودات على هذا السكين شباب ان شاء الله نحمل نعمل عليه مسابقه شباب على البس بل بس بس مباشر اوكي حبايبنا اشوفكم على خير صحه فطور صحه فطوركم وصحه سحوركم شكرا لكم كثيرا لكل الدعم الاسطوري لا تنسوا تتابعونا على البث مباشر شباب لايف فري فاير زائد لايف الجي تي ار بي شباب ان شاء الله راح ننزل لكم مقطع بالجي تي ار بي اعطونا لكم التعليقات شباب تحبوا ننزل ولا تمام الله يسعد ليكم شكرا على خير تشاو سلام عليكم باي باي وين هي الكابتن معلم توقف هاي هي هون يلا باي باي